القصة بدأت من وأنا صغير جدا، بدأت ألعب كورة، كنت عادي كنت بلعب زي أي حد تاني أو أي شاب في المدرسة. الرياضة الوحيدة يمكن اللي دخلت حياتي أنا وعمر ابن خالتي أو اللي إحنا يعني اخترناها بمزاجنا كانت الكورة. المشوار بدأ من هنا، دخلنا دورات في المدرسة عامة، وكان دايما أدائي بيلفت النظر يعني. حتى من إحنا في مدرسة واحدة من إحنا عيال صغيرة اللي كانوا بيختارونا دايما في فرقة الكورة. كنت برضو في نفس الفترة دي كنت بلعب كورة عادي مع ابن خالتي وصحابنا، بنحب نلعب، بنأجر ملعب خماسي مثلا ونلعب كورة. شوف نفس الفترة دي عديت بقى مع الأيام والوقت، لعبت في نوادي كتير تانية، مشيت من الشمس ورحت بتروجيت أو إنبي، و2010 الحمد لله يعني جات الفرصة ولعبت في الأهلي. بس الحمد لله يعني ما كنتش طبعا في الاهلي، كنت يعني خطوه كبيره جدا بالنسبه لي، بس ما كنتش بلعب فيها اساسي، فدي اضطريت من ساعتها ان انا انقل النادي عشان العب بصفه اكبر او اقضي اوقات اكتر في الملعب. فنقلت تاني رحت نادي الزهور ولحد ما وصلت للانتاج الحربي. مثبتين يوم دايما في الاسبوع بنتقابل فيه كلنا ونلعب مع بعض، لحد ما في يوم حصل التحام بيني وبين واحد من الفريق اللي قدامي. لعب عادي جدا مننا في بعضنا كاصحاب. فالمهم كده في نص الماتش الفيرويد بتاعهم جات له كوره قدام الجون، عمر طالع عليها، الاتنين خبطوا في بعض خبطه جامده، لقينا عمر نازل بيصرخ جامد قوي من الوجع يعني على رجله. يوميها جالي في اصابه اللي هي بتاعت الرباط الصليبي عليك. فالا بنبص تاني يوم بنعمله الاشعه، لقينا الدكتور بيقول ده شبه قطع في الرباط الصليبي. يعني الكل اتخض، يعني اللي هو لعب عادي يا جماعه، ما يعني الدنيا مشيت تمام. فجاه لقينا الدكتور بيقول لنا حاجه يعني خضت كل اللي كان واقف. يعني كان في معانا كذا واحد من اللي واقفين، ناس بتلعب في نوادي وعارفين ايه الصليبي وقد ايه يعني هو حاجه وحشه قوي بالنسبه للاعيب الكوره. كان في ناس مستغربه ايه هو الصليبي. الصليبي عامه بيبقى يعني زي قطع في الاربطه اللي ماسكه الركبه ببقيه الرجل، فبتبقى صعبة قوي ان ده المفصل. يعني اي حركة في الرجل يمين شمال فوق تحت، اي حركة حتى لو بسيطة جدا بتبقى مسمعة معاك دايما فيها. ومعروف دايما عن الصليبي انه اثر على لعيبة كتير جدا، يعني ياما لعيبة محمد حمص مثلا، ناس احمد حجازي، ناس كتير قوي اللي ما عرفتش تكمل كرة بعد الصليبي، يعني الصليبي قضى عليها بمعنى اصح. بعد ما عرفت ان جالي رباط صليبي انا يعني اتحطيت في ما بين مواقف كتير جدا، ومن ضمنهم اول ناس كانوا قدامي قالوا لي اهلي، قالوا لي يعني خلاص كده كفايه كوره، وعشان ساعتها كنت خلاص في ثانوي، فقالوا لي انت لازم تركز في دراستك اكتر. فكان بالنسبه لي تشالنج صعب شويه ان انا احدد هعمل ايه. فقعدت تقريبا سنه ونص من بعد ما جالي رباط صليبي لحد ما استقريت ان انا هعمل العمليه خلاص. فمن بعد سنه ونص طبعا الدكاتره قالوا لي انت متاخر جدا، انك بقالك سنه ونص ما عملتش عمليه، فده يعني مش اكيد انك هترجع زي الاول تاني، او ممكن حتى بعد العمليه ما تبقاش مؤهل انك تلعب كوره تاني. طبعا المشكله الكبيره ان هو قعد سنه ونص عبال ما قرر ان هو يعمل عمليه بتاعه الرباط الصليبي دي. فضل سنه ونص منشف دماغه، او بمعنى اصح كان تايه، ما كانش عارف هو عايز يعمل ايه. اشتغلت على نفسي جامد جدا، كنت بعمل جلسات تأهيل وعلاج طبيعي على طول لمدة حوالي تقريبا رجعت الملعب من بعد العملية ب4 شهور. ده غير طبعا تهديدات الدكاترة كلهم، لفينا على دكاترة كتير قوي، كله كان بيقول له انت يعني احمد ربنا لو بعد ما عملت العملية قدرت ان انت تدوس عليها، مش ان انت تلعب كورة. فكرة انك تلعب الكورة دي يعني 50-50، 50% تنجح و50% تفشل. بس الحمد لله بما ان هو بني ادم عنده طموح وبني ادم قريب من ربنا، و يعني بني ادم عارف هو بيعمل ايه، قدر ان هو الحمد لله يكمل ويجي على نفسه، واستمر في تاهيلاته وفي تمارينه كويس جدا، وعمل فوق اللي مطلوب منه وزياده من الناحيه الطبيه ومن ناحيه الالتزام، لحد ما الحمد لله ربنا كرمه اهو. يعني دلوقتي جاي له 3 عروض من بره مصر الحمد لله، واكتر من 4 عروض جوه مصر نفسها. رجعت العب كوره تاني الحمد لله، وجالي عروض الفتره ديت من نوادي في مصر، وكان الحمد لله في من بره مصر كمان. ان شاء الله ربنا يوفق في اللي جاي يعني. الحكاية ما بتنتهيش، لطفل جوايا كان نفسه في يوم يعيش. والحكاية ما بتنتهيش، الحكاية ما بتنتهيش.